السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ أتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. هل أنت بتستغفر الله عز وجل كثيرا؟ وسمعت كتير جدا عن عظمة الاستغفار وعن فوائد الاستغفار الكتيرة جدا في حياتك، بس لما بتيجي تستغفر الله عز وجل بأي طريقة بتلاقي ما بيحصلش شيء. طبعا يا جماعة من المشهور أو من المتعارف عليه إن الاستغفار من أكثر الأمور اللي بتجلب الرزق واللي بتجلب الفرج واللي بتزيل الهموم واللي بتزيل كافة الصعوبات والمشاكل واللي بتفيدك جدا في تحقيق الأمنيات وفي قضاء الحوائج وبتفيد إفادات كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. ده المشهور والمتعارف عن الاستغفار وأسرار الاستغفار وفوائد الاستغفار. فالله تعالى قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالله تعالى في القرآن قال صراحة أن من يستغفر الله عز وجل يرزقه بأكثر مما يتمنى. فحتى يا جماعة يعني حتى العلماء في القديم أو الفقهاء في القديم كان لما حد يجي يقول لهم أنا عايز حاجة توسع رزقي، عايز حاجة تغير حياتي، كان دايما يرشده على الاستغفار. بس للأسف في بعض الناس بيستغفر الله يفتكر إن الاستغفار هو إن ردد باللسان وخلاص. لا طبعا، الاستغفار بيبقى ليه أصول وبيبقى ليه طرق معينة وبيبقى ليه صيغ معينة مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبيبقى ليه تهيئة معينة بناء عن نصائح النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بناء عن تجارب من نجحت معهم، التجارب الخاصة بالاستغفار. يعني أنا برضو جايب لكم النهاردة بإذن الله فايدة، وجايب لكم أمر عظيم جدا لو أنت فعلته واستغفرت الله عز وجل بالطريقة اللي أنا أقولها لك، بإذن الله هتشوف المعجزات، وبإذن الله البشارة هتيجي بنسبة 100% إن شاء الله، لأني زي ما قلت لك الأمر اللي أنا جايبه لك النهاردة يعني أمر عظيم جدا. أتمنى بجد يا جماعة تقدروا مجهودي، ويا ريت تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة لو أنت مش مشترك، وفعل زر الجرس، ولو عندك أي استفسار أو عندك حلم أو كده اكتب لي في تعليق على هذا الفيديو وإن شاء الله هرد عليك. فواحد من الإخوة الأفاضل هيجي يسألني ويقول لي: هي الصيغة يا عبد الله أو الفايدة اللي أنت هتقولها لنا النهاردة الخاصة بالاستغفار هتفيدني في إيه بالظبط؟ والله أنا محتاج أقول لك إن هذه الصيغة وهذه الفائدة بإذن الله هتفيدك في التالي: أولاً إن شاء الله هتفيدك في زوال النحوسات من حياتك نهائياً إن شاء الله. لو أنت كنت بتعاني من بعض المشاكل أو بتعاني من بعض النحوسات أو بتعاني من القرب والمشاكل، بإذن الله هتلاقي هذه النحوسات أو هذه المشاكل عولجت نهائيا وانتهت نهائيا من حياتك بفضل الله. أما الفائدة الثانية بإذن الله هو جلب الرزق الكثير جدا 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 إلى حياتك. دايما يا جماعة الاقي التجارب أو الاقي الناس اللي بتستغفر الله عز وجل كثيرا حياتهم بتتغير وبتنقلب رأسا على عقب. بتلاقي الشخص في قمة الفقر وربنا رزقه إلى قمة الغنى نظرا لاستغفار الله عز وجل. انت عارف الاستغفار اصلا بيعمل ايه في حياتك؟ الاستغفار، بصوا يا جماعه، انت بتبقى عندك نوعين من الطاقه، ممكن يبقى عندك طاقه سلبيه وممكن يبقى عندك طاقه ايجابيه. الطاقات السلبيه دي بتجيلك ليه؟ بتجيلك ان انت شخص مثلا مسلم وموحد بالله بس بتفعل بعض الذنوب سهوا. فسبحان الله ربنا يبتليك بايه؟ بالطاقه السلبيه عشان تعرف ترجع تاني وتلجأ لله تاني. ده حاجه كده لبعض المؤمنين. حتى انا اتذكر كان في دكتوره في الجامعه يا جماعه كانت ايه يعني نسيت معلومه كده، وهي بتقول لنا بتشرح لنا يعني، قالت انا حاسه ان انا عملت ذنب من الذنوب عشان كده نسيت. فسبحان الله. فبالتالي انت لما بتستغفر الله عز وجل سبحان الله بتلاقي الدنيا معاك كلها تيسرت، وبتلاقي نفسك سعيد، بتلاقي حتى الحاجات اللي بتحصل معاك او الحاجات اللي بتحصل في الظروف اللي حواليك يعني مليئه بالسعاده ومليئه بالوفره ومليئه بالرخاء. فبالتالي يعني انا عايز اقول لكم يا جماعه ان انت باذن الله بعد ما تستغفر الله عز وجل بهذه الطريقه هتشوف المعجزات وهتشوف البشائر ومن اقوى الثمرات ايضا يا جماعه اللي بتفيدها هذه الصيغه من الاستغفار وبيفيدها الاستغفار هو زوال التعطيلات من حياتك. والله يا جماعه كتير مننا بيبقى عنده تعطيلات في حياته مسببه له الكآبه ومسببه له الحزن ومسببه له المشاكل، وما بيكونش عارف سببها ايه، او ما بيكونش عارف اصلا التعطيل ده ليه. تلاقي حد دايما النحس ملازمه، تلاقي حد كل ما يدخل شغلانه تلاقي الدنيا قفلت معاه، تلاقي حد كل ما بيحاول يسعى او يحاول ان هو يحصل على شيء بيلاقي الدنيا كلها مقفوله قدامه. لكن بفضل الله بعد ما تطبق هذه الصيغه وبعد ما تستغفر الله عز وجل بهذه الصيغه هتشوف المعجزات. والكلام ده زي ما قلت لكم انا مش مبالغ فيه، اللي جرب فوائد من عبد الله السيد ونجحت معاه عارف الكلام اللي انا بقوله. انا مش عايز منك حاجه، انا عايز لك الخير. والله الاستغفار بيصنع في حياتك المعجزات، حياتك ممكن تنقلب راسا على عقب، ومفيش حاجه بعيده عن ربنا. انت بتلجأ لله اللي بيده مقاليد كل شيء، انت مش بايدك اي حاجه، انت بتلجأ لله
وزي ما قلت لكم يا جماعة، الاستغفار مستحب في جميع الأوقات، والاستغفار أمر إلهي في القرآن، جاء في القرآن: فقلت استغفروا استغفروا. ده الاستغفار يا جماعة جاي بالأمر، إن أنت لازم تستغفر الله. ولازم الاستغفار مش بس إن هو فايدته، في ناس يا جماعة فاهمة إن أنا لما بستغفر الله هو بيفيدني في إزالة الذنوب فقط أو زوال الذنوب وكده، لا، انت الاستغفار ليه فايدة اخروية ولكن برضه فوائده الدنيوية كثيرة جدا. زي ما قلت لك: يرسل السماء عليكم مدرارا مدرارا رزق بكثرة، ويمددكم باموال وبنين. يعني باذن الله انت يعني حتى المال والبنون المفروض هم زينة الحياة الدنيا، يعني هم افضل حاجة في الحياة الدنيا، فربنا هيمتعك وهيرزقك وهيحقق لك ما تتمنى في الدنيا، وباذن الله هيرزقك في الاخرة. فشوف الاستغفار عظيم ازاي. طيب ايه هي الفايدة يا عبد الله؟ بص، في البداية محتاج اقول لك ان الفايدة دي انت بتعملها في يوم واحد بس. يعني في البداية احنا محتاجين نبقى متفقين ان هذه الفائدة احنا بنعملها في يوم واحد فقط. طب بعمل الفايدة دي في يوم واحد ازاي يا عبد الله؟ انا شخص عايز اطبق الفايدة وعايز اعمل الفايدة عشان احصل على الثمرات اللي انت قلتها. اعمل ايه بالظبط يا عبد الله؟ كل اللي طالبه منك باذن الله ان انت بتجلس في اي يوم من الايام، يعني الايام دي على فكره يجوز اي يوم، فانت بتجلس في اي يوم ان شاء الله، والفايده دي انت بتعملها في يوم واحد، وهتعملها في يوم واحد بس. انت من الثمرات من الفوائد باذن الله اللي هتعود عليك بعد ما تطبقها في يوم واحد، انت مش هتترك الفايده دي خالص، والفايده دي مش هتترك لسانك نهائي ان شاء الله، وهتفضل مداوم عليها. وطبعا الافضل ان انت تتخذها كورد سواء يومي او اسبوعي كده. انت بتجلس في جوف الليل، بتجلس في جوف الليل في اي يوم يا عبد الله؟ في اي يوم من الايام، بس في جوف الليل. بتجلس في جوف الليل قبل الفجر كده بساعه او ساعتين، وبتبقى جالس ومتوجه للقبله، والقراءه بتاعتك بتبقى الصوت مسموع. واول حاجه بتعملها ان شاء الله هي انت بتقرا ايه الكرسي 5 مرات، ودي من تجربه العبد الفقير الى الله. خلي بالك اي فايده انت بتعملها انصحك ان انت قبل ما تعملها تقرا ايه الكرسي 5 مرات، دي من تجربنا. يعني بتقرا ايه الكرسي 5 مرات، تمام؟ بعد ما تقرأ آية الكرسي 5 مرات هنيجي للخطوة التانية إن شاء الله، وهي إن أنت بتقول الاسم العظيم ده 70 مرة، والاسم هو يا غفار، بتقول يا غفار 70 مرة. بعد ذلك إن شاء الله يا جماعة بنيجي للخطوة الأخيرة في الفايدة خالص، والخطوة دي هي إن أنت هتقول هذه الصيغة من الاستغفار، هتقول الصيغة دي من الاستغفار، هتقول الصيغة دي 70 مرة. والصيغة بإذن الله اللي هتقولها بإذن الله من صيغ الاستغفار هتقولها 70 مرة هي: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذه هي الصيغة بإذن الله اللي انت هترددها 70 مرة. واحنا زي ما احنا متعودين يا جماعه كل التفاصيل بتاعت الفايده وخطوات الفايده كلها انا كاتبها لك في صندوق الوصف. بص في صندوق الوصف تحت هتلاقيني كاتب لك كل التفاصيل بتاعت الفايده. اتمنى بجد تطبقوا الفايده دي، وهتشوفوا باذن الله الخيرات والمعجزات بعدها. زي ما قلت لكم يا جماعه، الاستغفار عظيم جدا، ليه ثمرات كتيره جدا. مش بس يعني من كتر ما الاستغفار يا جماعه عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عنه انه كان يقول: والله لأني لا أستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، نظرا للفوائد الكثيرة جدا الموجودة في الاستغفار. فأتمنى تكون استفدتم من الفيديو، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، أسأل الله أن يوفق كل من رأى هذا الفيديو ويحقق له كل ما يتمنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.